مساك سعيد وعامك سعيد وعيدك سعيد فيصل، وكل عام وانتم بخير من هذه البقعة المباركة من جوار الكعبة المشرفة. كل عام وانتم بخير وعيدكم سعيد. ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وفي هذا اليوم يوم الجمعة قبل قليل فيصل قضيت شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، حيث خطب بالناس وأمهم فضيلة الشيخ الدكتور مهر المعيقلي. هذه الأجواء هنا وأجواء العيد في مكة المكرمة وفي المسجد الحرام تحديدا لها طابع خاص. فيصل، الصورة خلفي وأنا أقف هنا من جبل الصفا، هذا هو السعي ما بين الصفا والمروة. هذه الصورة لهذا العدد من المعتمرين ولله الحمد وسط هذه الأجواء التنظيمية داخل المسجد الحرام منذ دخولهم عبر ساحاته إلى أبوابه ومن ثم إلى صحن المطاف وأداء شعيرة الطواف ومن ثم التوجه إلى هذه البقعة ما بين الصفا والمروة وجميع الخدمات التي تقدم لهم والملصقات الموجودة بأوقات الصلاة على أرضيات صحن المطاف وكذلك أروقة وساحات المسجد الحرام من أجل أداء الصلوات بطريقة تباعد جسدي وبطريقة منظمة وطريقة تكون يعني فيها الكثير من الإجراءات الاحترازية. هذه الأيام وبعد انتهاء موسم شهر رمضان، جميع الجهات المعنية بخدمة قاصدي بيت الله الحرام تبدأ منذ هذا اليوم ومنذ انتهاء شهر رمضان إلى البدء بخطة تنفيذ موسم الحج بإذن الله تعالى. لذلك تسارعا في الأيام وتسارعا في الوقت، عادة ما يكون لدى كل جهة تعمل بالمسجد الحرام شهور محددة لخطط تنفذ، فهنالك موسم شهر رمضان، موسم العمرة، موسم الحج. فانتهينا ولله الحمد من موسم شهر رمضان والخطط التي وضعت فيه وتم تنفيذها وتوجت ولله الحمد كما رأينا بهذا النجاح الباهر، رغم زيادة الأعداد التي تم الإعلان عنها منذ بداية شهر رمضان ب50,000 معتمر و100,000 مصلي في اليوم الواحد. ولله الحمد الخدمات التي قدمت هنا في المسجد الحرام استوعبت هذا العدد، بل وقد تستوعب أضعافه، لأنها فعلا جميع الجهات التي تعمل بوتيرة واحدة وبتناغم متكامل ما بين وزارة الحج والعمرة، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، الجهات الأمنية، الجهات الخاصة العاملة في المسجد الحرام كذلك، الكل يعمل على وتيرة واحدة وبطريقة متكاملة من أجل أداء الخدمة. من الآن بإذن الله تعالى وخلال الأيام القادمة ستبدأ الجهات بالاجتماعات التنفيذية من أجل التكامل الخطط بحول الله تعالى لموسم الحج. في مكة المكرمة ولله الحمد يوم أمس كان يوم يعني أداء صلاة العيد هنا في المسجد الحرام، لمسنا تلك الفرحة وتلك المشاعر لمن أجاء إلى هنا وأدى صلاة العيد، تلك الفرحة بالأجواء الروحانية، وأمن الله سبحانه وتعالى عليه بأن يمكنه من أداء الصلاة بجوار الكعبة المشرفة وسط هذه الجموع في أجواء تعمها الطمأنينة، تعمها السكينة، تعمها الفرحة والأنس بقدوم هذا العيد، عيد المسلمين، وهو عيد الفطر المبارك. فرحة حقيقة. لذلك يعني في هذه الأيام المباركة نهنئ العالم العربي والعالم الإسلامي بقدوم عيد الفطر المبارك من هنا من هذه البقعة الطاهرة من المسجد الحرام، وكذلك طبعا لقادتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ولسمو ولي عهده وللأسرة المالكة ولكافة العاملين في المملكة العربية السعودية. لذلك فيصل يعني حقيقة أجواء ألمسها هنا في المسجد الحرام، الأجواء الجميلة والروحانية والطمأنينة وخاصة في أيام العيد. شكرا جزيلا لك زميلي بهاء عسكر على هذا، أيضا على هذا الحديث، وشكر أيضا موصول لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذه الخدمات اللي تجعلنا نشعر بالفخر كسعوديين بالفعل. وكل ما تكلمنا مع أحد من يأتون خارج المملكة فهم دائما يثنون على الخدمات الكبيرة جدا التي تقوم بها مختلف القطاعات في الحرم المكي. شكرا جزيلا لك.